صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالخير والحب والسرور. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم اليومي الإذاعي صحة وسعادة. هذا البرنامج قدم لكم إياه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة اللي نحبها كلنا إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، وخلونا نرحب الحين بفريق عمل البرنامج ويانا. عدنا في الإخراج الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وبتشاركني الحلقة وياكم بإذن الله الأخت المتألقة آمنة العلي. صبحكم الله بالنور والسرور. صبحت الله بالنور والسرور، ومشكورة دكتورة على هالمقدمة الجميلة. طبعا أخت آمنة، أنا اشتكت لكم من أسبوعين ما حضرت البرنامج، وأكيد اليوم عندنا سوالف وايد، ولا شو رايك؟ أكيد اليوم، لأن السوالف تحلى معاكم مع الدكاترة اللي يقدمون معنا برنامج صحة وسعادة. الصراحة افتقدت وافتقد دكتورة عاشة البسطي ودكتورة ندى الملا، كلكم ما شاء الله تضيفون للبرنامج، والحوار معاكم يكون أجمل وأفضل بالتأكيد. تسلمين يا الغالي، احنا كلنا فريق واحد. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة أن نتناول أهم المواضيع الصحية والطبية اللي تخص صحتكم وصحة أفراد مجتمعنا، وطبعا يعني ونحاول نختار الفقرات اللي ممكن تستفيدون منها واللي إن شاء الله نتمنى أنها تعجبكم. ومو بس هذا، بس يعني احنا كذلك نفتح قنوات التواصل بينكم وبين هيئة الصحة في دبي، يعني تقديم اقتراحاتكم ملاحظاتكم او حتى يعني مشاركاتكم اللي اكيد يعني بتساعدنا في تحسين خدماتنا. وعشان شيء اللي حاب يشارك ويانا اليوم حياها الله على ارقام التواصل 600551414، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. اتذكروا أن تواصلكم ومشاركاتكم تهمنا وتسعدنا. فقراتنا لهذا اليوم متنوعة، عندنا فقرة تتكلم عن آخر الأخبار الصحية، وعندنا فقرة كذلك تتكلم عن التغذية، وآخر فقراتنا بنتكلم عن الإنجاز الكبير اللي حققه مستشفى راشد. خلونا على العموم الحين نبدأ أول فقراتنا ونخبركم آخر الأخبار الصحية اللي عندنا. خبر اليوم يقول: ماذا يفعل الجري 10 دقائق بدماغك؟ كشفت دراسة جديدة أن ممارسة الجري معتدل الشدة لمدة 10 دقائق كافية لتعزيز المزاج والوظائف الإدراكية، واللي تخلينا نفهم أكثر عن ارتباط التمارين البدنية بالصحة العقلية. طبعا هذا حسب ما ذكرته مجلة ساينس أليرت. واكتشف الباحثون أن الجري يؤدي إلى زيادة تدفق الدم في قشرة الفص الجبهي، وهي جزء من الدماغ المرتبط بالوظائف التنفيذية والتحكم في المزاج. وقال عالم الكيمياء الحيوية هيدياكي سويا، أعتقد هذا اسمه، من جامعة سوكوبا في اليابان، نظراً لمدى التحكم التنفيذي المطلوب في تنسيق التوازن والحركة والدفع أثناء الجري، فمن المنطقي أن يكون هناك تنشيط عصبي متزايد في قشرة الفص الجبهي، وأن الوظائف الأخرى في هاي المنطقة تستفيد من هذه الزيادة في موارد الدماغ. وأشارت خلاصة الدراسة أن بعد التمرين يتفاعل المشاركون بشكل أكبر مع الاختبارات، وأفادوا بأنهم في حالة مزاجية أفضل. طبعا في النهاية ترى الجري مثل ما نعرف كلنا هو أمر سهل، ممكن يمارسه معظم الأشخاص ويقدرون يقومون فيه، وما يحتاج معدات خاصة، ولا شو رأيك يا آمنة؟ بالتأكيد دكتورة، دائما يقولون الرياضة بأي طريقة كانت، سواء المشي أو اللي يروحون الجيم أو اللي يمارسون الرياضة بشكل عام خلال اليوم، الرياضة تساعد الأشخاص. ولكن دراسة اليوم تقول أن الرياضة
أيضا تساعد على مثل ما ذكرت يعني هذه الدراسة ارتباط التمارين الرياضية بالصحة العقلية، فهاي معلومة تعتبر مهمة جدا. صحيح. يعني للأشخاص اللي ياسين في بيوتهم ما يتحركون، نقولهم إن 10 دقائق من الجري ممكن تقيهم من الأمراض وكذلك تحسن من الصحة العقلية للأشخاص، ولا وتحسن مزاجهم بعد بالتأكيد، ويعني وظائفهم الإدراكية. هذا شيء وايد حلو. إحنا كنا نسمع إنه يعني وكنا ندري إنه في وايد أبحاث وايد دراسات ربطت بين الصحة العقلية وبين الصحة الجسدية، لأن في النهاية إحنا الصحة عبارة عن منظومة متكاملة. الصحة مو معناتها أن خلو الجسم من الأمراض أو مثلا من يعني أو من العاهات، لا، الصحة هي معناتها هي حالة من التوازن، سواء كان التوازن العقلي، النفسي، الاجتماعي والروحاني. كل الأشياء هذه مترابطة مع بعض. دكتورة، بما أن نحن على مشارف مثل ما نقول سنة جديدة، فبالتأكيد هناك أكيد خطط الناس تحطها للسنة الجديدة. هل حطيتي لك خطط دكتورة وأهداف للسنة الجديدة؟ أكيد يا آمنة. إحنا يعني في البداية يعني شوفي كل شخص يعني يستقبل السنة الجديدة بأهداف معينة أو مثلا إنجازات هو ود أنه يوصلها. أحسن طريقة أن إحنا نخطط يعني بشكل سليم. دائما نقول يعني إذا أنت جيتي خططتي لازم أنت تقسمين أهدافك. عندنا أهداف علمية مثلا، عندنا أهداف عملية على صعيد العمل، عندنا أهداف على صعيد الشخصي وصعيد العائلة، عندنا أهداف حتى على صعيد الروحانيات يعني والصعيد الديني. فأنت تقسمين بهالطريقة. أنا الصراحة أقسمهم، فكل سنة أحط بعض الأهداف وأحاول أن أنا طول السنة أوصل لها، وأقيم هالشيء على آخر السنة في ديسمبر، وأحاول أحط أهداف السنة اللي بعدها الطريقة شوية تكون أكثر عن السنة اللي قبل. يعني أتحدى نفسي إن مثلا يعني واحدة من أهدافي أحب أذكرها، أنا أحب القراءة مثلا، أحب مثلا في السنة اللي فاتت حطيت عدد معين من الكتب أني أقرأها، والحمد لله أنجزت العدد هذا. السنة هذه ضاعفت العدد، وناوي أن يعني على السنة الجديدة أحط بعد عدد أكثر. فأنتي تتحدين نفسك كل مرة، الإنسان كل ما يكبر أكيد يعني يكون بالتأكيد تختلف يعني أهدافه. والدكتورة أنا أيضا عندي للمستمعين اقتراح جربته في سنة 2020. زميلتي في العمل معاي من الجنسية الباكستانية، شفتها حاطة مثل بورد يعني على المكتب، دائما يكون محطوط حذالها وعليه الصور. الصور هاي عبارة عن قصاصات هي خذتها من المجلة، يعني فأشوف الصور وتحت كل صورة كلمة، يعني مثلا exercise أو relationships أو يعني تمارين رياضية أو علاقات، تحسين علاقاتي مثلا مع شريك الحياة أو مع أفراد العائلة. فقلت لها الله يذكرها بالخير كامي، قلت لها كامي شو هالبورد اللي حاطتنا؟ قالت لي آمنة أنا أسوي كل نهاية سنة mood board. أوكي، هذا البورد يكون عبارة عن شو؟ تجيب حذالها مثلا، إذا كان حذالها جرايد أو مجلات، تشوف أول شيء تحط أهدافها. مثلا كانت الأهداف، إذا بنقول أهدافها كانت مثلا تشرب ماء زيادة، تسوي تمارين رياضية، هدفها كان بعد أحد الأهداف إنها تمارس هواية الدراجات الهوائية، إنها تمارس اليوغا مثلا. حلو. أو مثلا تدخل هواية جديدة يعني على اهدافها، حلو، او شيء خاطرها تسوي. كانت هاي من الاشياء اللي هي ما سوتها قبل، حلو. فدورت في المجلات وين الصور اللي تشبه اهدافها، قصت هالصور وحطتها في هال يعني ورقه A4 او لوحه مثلا سايز A3، حطت هالصور وكتبت 2020 وحطت هالصور، وتحت كل صوره شرح بسيط بخط ايدها. صحيح. اوكي، بطريقه جميله، وحطت هاي اللوحه قدامها طول السنه. أوكي. حلو. عشان اتذكرها كانت في 2019. في 2020 قررت اني انا اسوي نفس لوحتها، لان شفت ان دوم اللوحه هاي تجذبني، فسويت نفس اللوحه وحطيت اهدافي. تخيلي مع ان نحن مرينا في جائحه يعتبر في 2020، ويعني سبحان الله اهدافي اللي في هاي اللوحه على نهايه السنه لقيت اني انا حققت كل هاي الاهداف، وكانت اول مره في حياتي انا احط اهداف يعني حق سنه كامله.
ما توقعت ان هالاهداف تتحقق مع كورونا، ما توقعت ان تنحط وائل عندك فضول مخرجنا يسالني شو الاهداف، بقول لك الاهداف عادي ما عندي مشكله. هدف واحد احد الاهداف كنت حاطه صوره مايك، تخيل حاطه صوره مايك وانا بعدني ما اقدم البرنامج، كنت انا احب اصلا الاذاعه بس، وانا في الاعلام في قسم الاعلام الصحي في هيئه الصحه بس ما كنت احد مقدمين البرنامج، فحطيت صوره مايك وحطيت تمارين رياضيه. كنت في هاي السنه حامل، حطيت صوره ام مع البيبي ويعني صوره كانت حلوه، كان احد اهدافي رضاعه طبيعيه فحطيت صوره يعني تشجعني. ممتاز. اتذكر كل الاهداف، اول شيء كان مايك رياضه وبعدين الطبخ، حتى كانت الصوره شيء وحده مسويه ايدها، تعرفين هاي الحركه اللي تشي فري ولابسه الكاب، هذا من الصور من المجله طلعتهم زين، وحاطه صوره التوست مزين باشكال وشي، قلت ان حتى كاتبه ان كوكينج لاني انا ما كنت اعرف اطبخ ولا احب اطبخ. ما عليه تبدين بالتوست اول شيء. سبحان الله. لا بس سبحان الله كانت فتره كوفيد هي سبب من الاسباب اللي خلتني ادخل المطبخ واتفنن واطبخ، وعندي لو اراويت الصور تمثل كل الاهداف، لان بعد اخر السنه قعدت اراجع الصور في التليفون اقول بالفعل ترى تعرفيني آمنة، كانت جائحه كوفيد كانت فرصه الصراحه، يعني فتحت مداركنا لاشياء ثانيه سبحان الله. ولكن في بعض الاشخاص يعني عندهم صعوبة كيف يبدون يخططون، مثل ما قلت لكم في البداية أنتوا قسموا أهدافكم على محاور مختلفة، يعني شوفوا على الصعيد الشخصي العملي العلمي وحطوا تحت كل واحدة منهم، مو بلازم يكون 10 أهداف، لو حتى هدف واحد. أنا كانت أهدافي يمكن 5، فنحن ننصح المستمعين أن بعد عندكم وقت وبعدنا في نهاية ديسمبر. صحيح. حطوا أهدافكم، جربوا ترسمون الهدف لأن بتشوفونه دائماً يعني قدام عيونكم، يمكن هالشيء يشجعكم انكم تحققون هالاهداف. فبعد موضوع الاهداف وتحقيق الاهداف بننتقل معاكم اعزائي المستمعين فاصل قصير، تريون لان موضوعنا بعد هالفاصل بيكون جميل. صحه وسعاده. يا هلا مرحبا فيكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أعزائي المستمعين كلنا نعرف أن اتباع نظام غذائي سليم ونمط صحيح وقواعد وإجراءات ينبغي الالتزام بها لتحقيق الفائدة المرجوة، سواء كان هذا للمحافظة على الصحة العامة أو بقصد أنكم تنزلون أوزانكم أو يمكن حتى زيادة الوزن بالنسبة لمن يعاني من النحافة. كل الأحوال هناك قواعد وإرشادات علمية متعارف عليها وأكدتها العديد من الدراسات والبحوث لنجاح أي نظام غذائي صحي سليم، وهذا هو الموضوع لحلقة اليوم اللي بنتكلم فيه مع الأستاذة ندى علي أخصائية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة ندى. هلا مساء النور. نورتينا أستاذة ندى، نورتي برنامج صحة وسعادة. حياكم الله. شكرا أستاذة ندى. إذا بنقول شو يعني النظام الصحي وهل هو النمط المتبع أم النمط اللي ينبغي أن يعني نلتزم فيه بالضبط، شو هو إذا بنعرف النظام الصحي؟ أوكي، النظام اللي نقصد فيه هو نظام صحي أو نمط حياة صحي، ونعرفه دائما الحياة الصحية اللي يعيشها الشخص بناء على عادات يومية ممكن تساعد الشخص هذا أنه يشعر بالنشاط والصحة، يشعر بقلة الإجهاد والتوتر، وتقلل أيضا من الخطر الإصابة بأمراض مثل الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط. فهذا النمط اللي نحن نقصده نمط يشمل الحمية الغذائية والطعام الصحي، يشمل النوم الكافي والمبكر، ممارسة النشاط البدني، وقلة التوتر خلال اليوم كامل. نعم، فهذا هو إذا قلنا النظام الصحي أستاذة ندى. صحيح. يعني أستاذة ندى، يعني النظام الصحي عبارة عن عوامل متداخلة كلها مترابطة تأثر على صحتنا. بالضبط، عادات يومية كلها نتبعها، بكل شخص يختلف كيف يتبع هاي العادات من ناحية الطعام، النوم، الممارسة، النشاط البدني، بس في الآخر هي بتعطينا الصحة، بتعطينا النشاط خلال اليوم.
يعني ودائما العادات الصحية احنا نبداها، احنا دائما ننصح ان نبداها من الصغر، وهاي العادات اللي تستمر ويانا لين يعني بالكبر وتستمر طول حياتنا. ومثل ما ذكرتي يعني محاورها اللي هي الغذاء، عندنا الرياضة، انه بعد يعني ترك العادات السيئة اللي مثل التدخين او غيرها مثلا، وعمل الفحوصات الدورية. بالضبط. إنزين أستاذ ندى، في كثير من الناس يعني عندهم صعوبة إنهم يحاولون يلتزموا بنظام صحي يعني أو بنمط حياة صحية، ويعني استمروا مثلا ما شهر شهرين وشي عقب ما يقدرون يكملون. فشو الصعوبات اللي يعني تخلي الإنسان ما يقدر يستمر على نمط حياة صحي؟ صحيح، يعني معظم الأشخاص يبدون أو المشكلة أنهم يربطون الحمية الغذائية والنظام الصحي على طول بنزول الوزن وخسارة الدهون، فدائما يلجؤون يتبعون حميات غذائية قاسية لنزول الوزن بسرعة، وللأسف أنهم ما يستمرون عليها وسرعان ما يعني يعودون للنظام القديم ويرجعون يكسبون الوزن مرة ثانية. فالأسباب اللي تعود وراء هذا، أن أول سبب من أسباب فشل النظام الغذائي هو اتباع حمية غذائية قاسية، مثلا خضار فقط خلال كل اليوم، بروتين فقط، ويتجنبون النشويات، مع أن النشويات هي مصدر رئيسي للطاقة واحتياجنا في اليوم المفروض يكون 50% من النشويات. في بعض الأنظمة سوائل فقط اللي هو تتراوح تحت اسم ديتوكس، هذه الأنظمة كلها قاسية وصعب الاستمرار عليها. فمن المهم أن يكون النظام اللي بنتبعه يكون متوازن، يضم كل الأنواع أو كافة أنواع الأطعمة بطريقة متوازنة وصحية وكميات معتدلة. يعني للأسف أن للأسف في ناس مثل ما ذكرت الحين أنهم يفتكرون أن النظام الصحي أو نمط الحياة الصحية مرتبط بالدرجة الأولى بالتغذية. طبعا هذا لا، مو بس اني انا بس غيرت يعني نمط حياة تغذيتي خلاص انا اتبعت نظام صحي، لا، مثل ما ذكرنا في البداية في محاور كثيرة. فعشان شيء يعني اذا انا ما ضعفت، اذا انا ما قدرت اتبع الحمية هذه اللي مثل القاسية، خلاص احس عمري خلاص ما اقدر اتبع النظام الصحي. فللأسف انه دائما يقولون نمط حياة صحي يربطونه دائما بالتغذية، واحنا نقول لا، بالتغذية والوزن، انه لازم انزل وزني. نعم بالتأكيد أستاذة ندى، إذا نحن نتكلم عن النظام الغذائي المحدد وكيف ممكن نحن نلتزم بهذا النظام الغذائي، لازم في البداية نحط لنا نظام غذائي قادرين أن نحن نطبقه، ما نحط شيء وايد يعني عالي علينا. مثلا إذا أنا إنسانة ما أكل أكل صحي، فجأة أحط كل الوجبات صحية وكل الوجبات يعني لها وقت محدد، لازم الدرج في الوصول إلى النمط أو النظام الغذائي السليم. فشو الشيء اللي ممكن يحدد النظام الغذائي السليم؟ هل الشخص نفسه أم يفترض أن يكون ذلك من جانب اختصاصي التغذية أو خبير التغذية؟ هو ننقل نقرر متى نتبع نظام غذائي. إذا مرات دخلنا في أكثر من نظام وحميات غذائية وما ناسبتنا ونفقد الأمل ونصاب بالإحباط والملل وعدم الرغبة في الاستمرار، فبهاي الفترة وهاي المرحلة دائما ننصح أول شيء مراجعة طبيب عشان نسوي الفحوصات الدورية. بعد الفحوصات الدورية متابعة مستمرة مع أخصائي التغذية عشان نعرف الأسباب ليش أنا أتبع أنظمة غذائية وأمشي على هذا النظام وما يناسبني. فدائما ايضا من الاسباب الفشل هو تطبيق يعني الرجيم او الحميات الغذائيه بطريقه خاطئه. فمثلا بعض الناس مسوي وماشي على كل الخطوات، بس في عند المشروبات مثلا مشروبات الكافيين مش منتبه عليها، معتبرها ان مشروب سائل هاي ما بتزيد، مثلا الكرز القهوه، مش مركزين ان هاي ممكن تسبب زياده الوزن وناخذها بكميات ممكن تكون كبيره. بعض الاحيان في ناس يقولون نحن ما ناكل، نلغي بعض الوجبات مثلا ما يفطرون يعني يستهدون بعض الوجبات، فهذا يسببهم أن الوجبة اللي وراها مثلا الغداء تكون كبيرة. يسبب أيضا قلة الأكل خلال اليوم أنها تكون سبب في تقليل الحرق. هاي أسباب ثانية يعني مشاركة أن ليش نحن ما ننجح في النظام الغذائي. فمن شي دائما ننصح أن نتابع مع أخصائي تغذية بعد عمل الفحوصات عشان ننتبه شو الأشياء اللي نحن غلط نسويها. نعم بالتأكيد أستاذة ندى، مثل ما ذكرتي أنه لازم دور
أخصائي التغذية يعتبر دور كبير ولا شو رأيك دكتورة؟ أكيد، لأن إحنا اليوم بمجتمعنا ويعني ويا وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب وغيره نشوف وايد يعني يتداولون مثلا وصفات رجيم، أشياء اللي تناسبك ما تناسب غيرك. أنت عندك مثلا ممكن تكون عندك حالة صحية معينة، أنت عندك ممكن يكون نقص الفيتامينات معينة، فعشان تي أنت لازم تسوي الفحوصات ولازم يعني تتبع النظام مع خبير التغذية. خبير التغذية بالعكس هو راح يساعدك، هو ما بيحرمك من الأشياء اللي أنت تحبها، بالعكس هو بيشوف أنت شو الأشياء اللي تحبها وبيحاول يحط لك إياها في الجدول، والأشياء اللي ما تحبها لا بيحاول يستبدلها بعض الأمور يعني اللي أنت ممكن تتناولها، وما تضطر أنك تأخذ أشياء ثانية مثلا عالية السعرات أو أشياء غير صحية. عشان كذي دائما نقول ما نلتفت لهال يعني الوصفات الغريبة العجيبة اللي سووا جوجل ولا خلاص وبحثوا وخلاص طلعوا، هذا طبعا لا. أكيد. أيضا أستاذة ندى، إذا بنقول دور أخصائي التغذية كبير، ممكن نقول يعني أنا كمثال دكتورة أستاذة ندى، أيت مرة عند أخصائي التغذية وأنا أحس أني أنا يعني خلاص وزني يعني زايد وأنه لازم أشوف كل حد يتبع يعني حمية غذائية، فأقول يعني شكلي يعني شاذ في البيت، الكل ما يأكل شيء وكل حد عنده لا ما بناكل صمون لازم نبدله شيء، كل يعني جدول ماشيين عليه. قلت أنا بعد بسير عند أخصائي التغذية وبتشوف يعني وين الخلل، يمكن أنا عندي خلل. فيوم نجات لأحد أخصائي التغذية موجودة في هيئة الصحة بدبي، أتذكر كان اسمها ثرية، صح أستاذة ثرية التميمي، توجهت للمركز الصحي وطلبت موعد مع أخصائي التغذية، وشفت أنه بعد ما قاست لي يعني وزني وشي قالت لي أنت وزنك يعتبر من الأوزان المثالية لطولك، وكذلك سألتني أسئلة أستاذة مثلا شو وجبت، شو تاكلين الصبح، شو تاكلين الظهر، شو تاكلين سناكات مثلا، فتقول لي قالت لي أمنة طلعي أنت ما عندك شيء، شو يعني تبين غصب أعطيك نظام غذائي، أنت يعني أكلت صحيح ما عندك شيء غلط في نظامك الغذائي. فشو رأيك في هذا الموضوع أستاذة ندى؟ ممكن الشخص يتأثر بالأنظمة الناس ويحاول أنه يضغط على نفسه أنه يلتزم بنظام غذائي ويمكن هو ما يكون محتاج لنا. صحيح، نحن يهمنا الحين الصحة أكثر من الوزن، الوزن هو رقم يعني ممكن يكون هذا وزنه مثالي في الوزن المثالي بس صحته وفيتامينات عنده نقص فيها، ومقارنة بشخص ثاني ممكن يكون وزنه شوية زائد عن الطبيعي بس صحته وفيتاميناته وفحوصاته كلها ممتازة بعكس اللي هو وزنه مثالي. فهو الموضوع مش رقم إن نوصل فقط عشان يبين الشكل، هو الموضوع من الداخل، الصحة أفضل من إنه يكون الرقم أو الشكل المثالي. نعم. إذا بنقول في آخر دقيقتين أستاذة ندى، عندي استفسار أخير، الناس اللي تأخذ الفيتامينات على الوريد بالوريد وشي، شو رأيك في هذا الموضوع؟ هل هو مفيد أو هل هو مثلا ممكن يستبدل النظام الغذائي هذا؟ أو هو مع أو نقول يعني هو مع الهبة يعني كل حد قام يسوي وبنسوي، فشو رأيك في هالموضوع؟ يعني أنا كأخصائي تغذية دائما أنصح أن نأخذ الفيتامينات من مصادر طبيعية، لأن ربنا يعني خلقهم وما خلاهم في الأكل موجودين، ونقدر يعني نوصلهم بسهولة من غير أوردة، ودائما كمان استهلاكنا أو استخدام الجسم من الفيتامينات اللي موجودة في الخضروات مثلا والفواكه، استفادتنا منهم أعلى من استفادتنا من اللي يكونون موجودين في الأدوية أو الأشياء المصنعة الكيميائية. دائما لو نوعنا في وجباتنا الغذائية صارت متوازنة فيها كل الألوان، هاي راح يعني تكفيك إنك تأخذ أي إبرة أو أي أدوية. إذا كان عندك نقص في ساعتها ممكن بعد استشارة طبيب نأخذ هاي الفيتامينات. زميلتنا ندى علي، لو تعطينا نصيحة أخيرة قبل ما ننهي الفقرة. في النهاية إن ما يتعلق النجاح في الوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ على ثباته بإثراء تغييرات قصيرة المدى، يعني مش الموضوع هو نظام أتبع شهر شهرين وبوصل لهدفي، وإنما يتعلق بنمط حياة متكامل يشمل الغذاء الصحي، يشمل النشاط البدني المنتظم، تحقيق التوازن بين السعرات الحرارية اللي بستهلكها والسعرات الحرارية اللي بستخدمها للمحافظة على الصحة الجسدية، وما في نظام واحد ثابت لكل الأشخاص، في أجسام تختلف عن طريقة يعني الأجسام تختلف في عمليات الحرق، في الوزن، في كتلة الجسم، في الجنس.
في الدين مثلا هاي النظام أنا ما يناسبني، العادات والتقاليد هالأكل ما يناسبني، أنا ما أقدر أكله كل يوم، من كذا يكون صعب وما أقدر أستمر عليه. فأنا دائما ناخذ مثل ما قالت إن لما راحت عند أخصائية تغذية سألتها عن كل الوجبات وساعدتها نعدل على هاي الوجبات، مش نعطيك حمية غذائية جاهزة وخلاص اتبعها، لا صحيح. نحاول نعدل على النمط الغذائي اليومي للشخص. صحيح، وطبعا مثل ما نقول دائما الاعتدال هو القاعدة الأساسية في الحياة. أخت ندى علي اختصاصية التغذية العلاجي بهيئة الصحة بدبي، أنا حابة أشكرك على هالحوار الجميل وإن شاء الله نلقاك الحلقات الجاية. شكرا لك. إن شاء الله، شكرا جزيلا. أعزائي المستمعين، الحين بنطلع وياكم فاصل وبنرجع نكمل وياكم آخر فقراتنا لهذا اليوم. تريونا صحة وسعادة. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة، برنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة في دبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 وعبر الرسائل النصية 4006. حصل مستشفى راشد التابع لهيئة الصحة بدبي على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية للجلطة الدماغية كأول مستشفى في العالم يحصل على هذا الاعتماد من خارج الولايات المتحدة، اللي يضم نحو 2000 مركز معتمد للجلطة الدماغية، وبذلك يمثل المستشفى المركز الأول الرائد في الجلطة الدماغية خارج أمريكا. اللهم لك الحمد والشكر. ويستقبل مستشفى راشد 1000 حالة جلطة دماغية سنويا يتم علاجها بأحدث التقنيات والحلول الذكية وبطرق متقدمة، منها مذيبات الجلطة الدماغية والقسطرة الدماغية. وقد مثل هذا التقدم اللي يحرزه المستشفى سنويا أساسا لحصول على هذا الاعتماد رفيع المستوى. وعشان نتكلم عن هذا الإنجاز العالمي الكبير، نترك المجال للدكتور سهيل الركن، استشاري أمراض الأعصاب ورئيس وحدة الجلطة الدماغية في مستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي. أهلا وسهلا فيك دكتور، ونورت برنامجنا برنامج صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، الله يرضى عليكم، الشرف لنا. صبحك الله بالنور والسرور دكتور سهيل. في البداية طبعا قبل ما نبدأ حوارنا وحديثنا لهاليوم، أنا حابة أقول لك ألف مبروك علينا وعليكم دكتور هذا الإنجاز والنجاح العالمي. نحن دائما فخورين فيكم وفي كل كوادرنا المتميزة في هيئة الصحة في دبي. جزاك الله خير، الحمد لله، هذا فضل الله يؤتي من يشاء. أول شيء رقم اثنين، هذا عمل الفريق كامل مختص في وحدة الجلطة الدماغية وقسم الأعصاب ومستشفى راشد، كما لا ننسى دعم الإدارة العليا في تحقيق هذا الإنجاز من خلال توفير الإمكانيات والوقت والكوادر لهذا الإنجاز. حصول مستشفى راشد على الاعتماد الدولي من الجمعية الأمريكية للجلطة الدماغية، وهو الأول من نوع على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة الأمريكية، يدل على تميز الخدمات الطبية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث استطعنا خلال الخمس سنوات الماضية الحمد لله من توفير أحدث البروتوكولات والعلاجات والتدخلات بالقسطرة والجراحة لعلاج الجلطة الدماغية. كما لا يخفى عليكم أن الجلطة الدماغية تعتبر المسبب الثاني للوفاة في العالم لدى البالغين، والمسبب الأول للإعاقة الجسدية أو النطقية لدى البالغين على مستوى العالم. فحصول المستشفى خلال وقت جائحة كورونا على هذا الاعتماد يدل على الحمد لله انضباطية وحرفية الطاقم الطبي للحفاظ على المستوى العلمي والصحي خلال هذه الجائحة. اللهم لك الحمد والشكر، وأكيد ثقتنا يعني الكبيرة في كوادرنا واللي يعني المتميزة في الهيئة، هذا يعني
يعني شو نقول، هذه نعمة من رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر. تأكيد دكتورة. طبعا دكتور سهيل، نحن دائما نسعد بجميع الاعتمادات اللي يحصل عليها مستشفى راشد أو أحد أو أي مستشفى من مستشفيات هيئة الصحة بدبي على أو كل المستشفيات على مستوى إمارة دبي، لأن هذا في النهاية يعود بالفائدة على المتعاملين على المرضى. وقسم مثل قسم يعني الجلطات الدماغية في مستشفى راشد يعتبر قسم مهم، وهذا الاعتماد لم يأتي من فراغ إلا من كوادر ومن فرق عمل عملت يعني ليل ونهار ليصل هذا القسم إلى ما وصل إليه. فإذا بنتكلم دكتور اليوم حق المستمعين اللي ممكن ما يعرفون عن الجمعية الأمريكية للجلطات الدماغية، شو لو بنتكلم شوية عن نبذة عن الجمعية الأمريكية وكذلك الاعتماد اللي منحته لمستشفى راشد؟ جميل. أول شيء، الجمعية الأمريكية أسست قبل 100 سنة، عمر الجمعية بالضبط 100 سنة كاملة، فتعتبر من أعرق الجمعيات العالمية في مجالها. رقم 2، تعتبر أكبر جمعية على مستوى العالم في تخصص أمراض القلب والجلطات الدماغية. تعتبر هاي الجمعية هي الرائدة على مستوى العالم في المعايير الطبية، اللوائح الطبية، الأنظمة الطبية. المجلة الطبية اللي تصدرها هذه الجمعية تعتبر المجلة رقم 1 في أمراض الأوعية الدموية، رقم 1 في أمراض القلب، رقم 1 في أمراض الجلطة الدماغية. فأنت تتكلمين عن أفخم أو أكبر جمعية على مستوى العالم في مجالها. هذا الاعتماد هو ليس شهادة تكريم، وإنما هو عبارة عن تقييم حرفي من قبل أعضاء مختصين في الجمعية لتقييم جوانب عمل مراكز الجلطات الدماغية. الجمعية الأمريكية تعطي نوعين من الاعتمادات، اعتمادات مراكز جلطات دماغية أولية واعتماد مراكز دماغية متقدمة. في أمريكا الجمعية تعتمد أكثر من 2000 مركز، إما مركز جلطة دماغية أولية أو مركز جلطة دماغية متقدمة. على مستوى الولايات المتحدة ما يستطيع أي مستشفى أن يعمل في أمريكا في مجال الجلطة الدماغية إلا لازم هذا الاعتماد لديه. بفضل الله ونعمته، مستشفى راشد في هيئة صحة دبي استطاع الحصول على الاعتماد لمراكز الجلطات الدماغية المتقدمة، وهو الأول من نوعه في هذا المجال. ربنا لك الحمد والشكر. ولكن أيضا استطاع أن يحصل معانا في نفس الوقت نفس السنة سيتي هوسبيتال ميدي كلينيك هوسبيتال مستشفى المدينة في إمارة دبي على نفس الاعتماد. فهذا يدل على حرص وتوجه الإمارة إلى دعم القطاع الحكومي ودعم القطاع الخاص الصحي على مستوى الإمارة للتكامل. وهذه وجهة هيئة صحة دبي، أن التكامل بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المجال الصحي للارتقاء بالمنظومة الصحية على مستوى الإمارة. فأيضا مش هدية واحدة قبل نهاية السنة من الجمعية الأمريكية. الحمد لله عندنا مستشفيين هم الأوائل على مستوى العالم كله للحصول على هذا الاعتماد لمراكز الجلطة الدماغية المتقدمة. الحمد لله، وإحنا يا دكتور فرحنا، واليوم الفرحة فرحتين، خميس إنزين وفرحة الإنجاز هذا يا دكتور. الحمد لله. إنزين دكتور، يعني أكيد هناك في معايير عالمية ومواصفات واشتراطات للاعتماد، تعطينا يعني فكرة مبسطة عنها إذا ممكن. جميل. الاعتماد قائم على 5 معايير رئيسية. المعيار الأول اللي هو منظومة الإسعاف والرعاية الأولية في المستشفى أو القطاع. هذا تعتبر مؤسسة إسعاف دبي من المؤسسات الرائدة في مجال حقيقة للجلطة الدماغية، حيث سرعة الاستجابة، تدريب جميع الطواقم العاملة في إسعاف دبي على علامات الجلطة الدماغية، نقل المريض إلى أقرب مستشفى يعالج الجلطة الدماغية. فهي إحدى كانت التقايم القوية حصلنا عليها 5/5 في هذا المجال. والبري نوتيفيكيشن إن المريض
اللي أصيب بالجلطة الدماغية في الموقع الفلاني يتم إعلام مستشفى راشد أو مستشفى المدينة أو المستشفى المختص بالجلطة الدماغية إن حصلنا المريض كذا، إحنا في الطريق لكم خلال ربع ساعة 10 دقائق 8 دقائق إحنا عندكم في الطوارئ. فهذه منظومة مش موجودة في دول كثيرة. إمارة دبي الحمد لله هذه المنظومة موجودة بمستشفيات الإمارة وأيضا إسعاف دبي، لهم الشكر الجزيل. المعيار الثاني هي منظومة الطوارئ في المستشفى اللي يتم تقييمه للجلطة الدماغية، تعتبر مركز الحوادث والإصابات في هيئة صحة دبي مستشفى راشد، من النماذج اللي يحتذى بها على مستوى الإقليم والعالم في هذا المجال، اللي توافر الأشعة المقطعية، توافر الأطباء، توافر الكوادر الطبية، العلاجات، التدخلات، البروتوكول. أختي الكريمة، المريض يوصل إلى طوارئ مستشفى راشد يتم إعلام الطوارئ أن في عندنا حالة مشتبه فيها بجلطة دماغية، خلال دقيقتين ونصف المريض يكون من سيارة إسعاف داخل الأشعة المقطعية. ما شاء الله. بالضبط. المجال الثالث اللي يتم التقييم فيه هو قسم الأشعة وقسم الأشعة المقطعية. مستشفى راشد حصل العام الماضي على جائزة المنصور له بإذن الله شيخ حدام بن راشد لأفضل مركز على أو قسم على مستوى الدولة، فهذا يدل أيضا على حرفية هذا المركز وذن أو داخل مستشفى راشد هيئة الصحة. المعيار الرابع اللي هو وحدة الإدخال في الجلطة الدماغية، عندنا هذا المعيار لدينا 16 سرير، 10 منهم للجلطة الدماغية، ممكن نوصل ل 16 للجلطة الدماغية. خلال 3 أيام المريض يكون عمل جميع التحاليل والأشعة والتصاوير والتقاييم لمسببات الجلطة الدماغية، وكيف أن نمنع هذه الحدوث مرة ثانية، وكيف أن نتعامل إياها باحترافية. آخر معيار كان معيار الكواليتي امبروفمنت، ان كيف نحافظ على عملنا هذا على المستوى الحرفي اللي يقام به، هو مش في مجال مريض او مريضين، وانما الدكتور سيد يتكلم لا قدر الله مريض اصاب بالجلطه الدماغيه، الفريق جاهز خلال 24 ساعه 7 أيام في الاسبوع، كان ايام الاسبوع او في الاجازات متوافرين، كان نص اليوم او اجازه العيد الوطني او العيد الاضحى والفطر موجودين للتعامل مع الجلطة الدماغية. يعطيهم الصحه والعافيه. بالتاكيد يعني دكتور سهيل، يعني ممكن انت تكون لخصت لنا للاذاعه هذه النقاط اللي جعلت مستشفى راشد يحصل على هذه الاعتماد، على هذا عفوا الاعتماد الدولي. نحن نرى يعني دكتور سهيل جميل التكامل في المنظومه الصحيه بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، لان هذا التكامل يعني مثل ما ذكرنا يعكس بالنهايه على المرضى بشكل ايجابي. ومستشفى راشد لم يصل للسمعه اللي وصل لها الا ان يعني الثقه الكبيره اللي يعني نقدر نقول القياده الرشيده اعطتها لمستشفى راشد، وكذلك اللي الخدمات اللي وفرتها للمستشفى ليصل الى ما وصل اليه. فاليوم نحن نقدر نقول ثقتنا كل يوم تزداد اكثر واكثر بالمنظومه الصحيه وبمستشفى راشد على وجه الخصوص اللي نحن ياسين نتكلم عنه اليوم، لان نحن يوم نشوف اعتماد دولي من جمعيه امريكيه بهذا العمر وبهذا القدر يعني، ومثل ما ذكرت ايضا دكتور اعتماد يعني اعتمادات الدولية المتقدمة، يعني مش أي اعتماد حصلت عليه مستشفى راشد، فهذا يجعل المتعامل يحس بالأريحية، يحس بالثقة بمثل ما نقول المنظومة الصحية الحكومية، أكيد يعني اللي تقدم خدماتها أيضا بالمجان لأفراد من المواطنين. فنحن اليوم إذا بنتكلم دكتور على السريع على إمكانيات، ذكرنا إمكانيات مستشفى راشد ونقدر نقول مجمل الخدمات اللي توفرها في علاج الجلطات الدماغية، إذا بنختصر دكتور لضيق الوقت الخدمات اللي توفرونها في علاج الجلطات الدماغية وخطوتكم التالية والمستقبلية بعد هذا الإنجاز الكبير، شو ممكن يحصل يعني يحصل قسم أو وحدة الجلطة الدماغية؟ شكرا جزيلا. حاليا مستشفى راشد أو مركز الجلطة الدماغية يستخدم أحدث الأدوية العلاجية لمذيبات الجلطة الدماغية، التدخل بالقسطرة الدماغية بأحدث
الأجهزة تنضم جهاز الشاطف أو المضخة اللي تسحب الجلطة الدماغية، كما لدينا موجود 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع التدخل بالقسطرة الدماغية للانفجار الشرياني للجلطة الانسدادية الكبيرة، كما أيضا متوفر مستشفى راشد الأشعة المقطعية المغناطيسية، في عنا أشعة نسميها CT perfusion إن شاء الله مع بداية السنة الجاية هذا الجهاز لازم أيضا يكون موجود. يعتبر مستشفى راشد مستشفى للتدريب الناس اللي الأطباء المهتمين بمجال الجلطة الدماغية، تم زيارته من جميع دول الخليج المنطقة الوطن العربي للاطلاع على هاي التجربة. في أشياء كثيرة الحمد لله قائمين فيها، ونطمح بإذن الله تعالى بدعم الحكومة بدعم المسؤولين توجهات الهيئة أن نحافظ على هذا التميز. هو إنجاز، الإنجاز شيء مهم جدا أختي، والحصول على الاعتماد شيء جدا مميز، ولكن الحفاظ على هذا الشيء الاستمرارية فيه هذا اللي يدل على 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 حرفية الفريق وعلى الحكمة لدى القائمين على هيئة الصحة، أنه هو مش الهدف أن حصل هذا الاعتماد، وإنما الهدف كيف أحافظ على المركز الأول. وإن شاء الله دائما في المركز الأول يا دكتور سهيل. الله يرضى عليك، الله يجمل أيامك، عيد عيني. شكرا، شكرا لك يا دكتور سهيل، استشاري أمراض الأعصاب ورئيس وحدة الجلطة الدماغية مستشفى راشد بدبي، يعني في هيئة الصحة في مستشفى راشد بهيئة الصحة في دبي، على هذا الحوار الجميل، ونتمنى يا رب لكم التوفيق، والصراحة فخورين فيكم، ونلقاكم بإنجازات أخرى متميزة يعني نفخر فيها وتفخر فيها بلادنا. يا رب يا رب يا رب. نعم دكتور، أيضا أوجه لك الشكر ولكل فريق العمل في يعني قسم الجلطات الدماغية، كل الشكر لكم على هذه الإنجازات اللي دائما تقدمونها في مستشفى راشد، وكذلك لوقتك اللي منحته لبرنامج صحة وسعادة. شكرا لك دكتور سهيل الركن استشاري أمراض الأعصاب ورئيس وحدة الجلطة الدماغية في مستشفى راشد. تحياتي أختي كريمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أعزائي المستمعين، دائما سعيدين دكتورة بدرية بكل الإنجازات اللي تحصل عليها هيئة الصحة بدبي، وكذلك الفخر والاعتزاز بمستشفى راشد. كفاية أن هذا المستشفى العريق يحمل الكثير من الاعتمادات الدولية، وبالنهاية والأهم هو يحمل ثقة الناس بهذا المستشفى. صحيح. فهذا الاعتماد الدولي يعزز ثقتنا بمستشفى راشد، ونتمنى لهم الاستمرارية في هذا النجاح. إن شاء الله يا رب، ونتمنى يعني الله يوفقهم ودائما نكون في المركز الأول إن شاء الله. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. اتذكروا دائما مثل ما نوصيكم أنكم تلتزموا بالإجراءات الاحترازية، تلبسون الكمام، وتحاولون تاخذون التطعيم، واللي ما اخذ الجرعه المدعمه بعد يصير ياخذها. خذي الجرعه دكتوره؟ اكيد. انا ان شاء الله قايله الخميس باخذ إن الجرعه ان شاء الله. وبعد نوصيكم انكم تزورون معرض اكسبو في هذا الجو الحلو، زين، وتستمتعون انتم وعائلاتكم بفعالياته الجميله المتنوعه. كان وياكم في الإخراج الزميل وائل قواسمة، وبالتنسيق الأخت ميرا الغفلي، وبالإعداد الزميل يوسف سعد، وشاركتني الحلقة الأخت آمنة العلي. هاي تحياتي لكم، محدثتكم دكتورة بدرية الحرمي، أتمنى لكم إجازة سعيدة وممتعة وسط أجواء بلادنا الجميلة، ولين نلقاكم الأسبوع الجاي نقولكم أنا وآمنة دمتم بصحة وسعادة.